معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من الدوحة الصحفي والإعلامي حسين ذلي، مرحبا بك. إذا مجلس النواب سيعقد أولى جلساته في 9 من هذا الشهر في أثناء فصل التشريع الجديد، هل يمكن حسم كل الملفات المطروحة على جدول عمله بحسب رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة وبالأرقام ينبغي أن نقول أن الفصل التشريع الأول للبرلمان العراقي كان فصلا فاشلا بامتياز. يصح ان يقال عن هذا البرلمان انه البرلمان المعطل او البرلمان المشلول. البرلمان شهد 26 جلسه باربعه اشهر ب 135 يوما، لم يتم فيه تشريع اي قانون، لم يسب فيه اي تشريع، واكتفى البرلمان في فصل التشريع الاول على مناقشه 6 قوانين فقط. هذه المناقشه تخضع للدراسه وتخضع ل الصراعات الحزبية والمصالح بين هذه الأحزاب والكتل السياسية ومن يقف وراء هذه الكتل السياسية. وبالتالي كما قلنا هذا البرلمان لم ينجز أي شيء يذكر له أو يحسب له طيلة هذه الفترة الأربعة أشهر الماضية منذ أن أعلن البرلمان، منذ أن أقسم النواب البرلمان أو أدوا اليمين الدستورية. هذا الفصل التشريع الأول يشير بشكل قاطع ان اعضاء البرلمان ورئاسه البرلمان كانت عباره عن تدير مقهى وليس برلمان ينتظر منه العراقيون الانتاج او الانجازات او تغيير في حياتهم اليوميه، خاصه واننا نسمع ونرى كثير من المشاكل، كثير من الافات، انتشار الفساد، انتشار الجريمه. هناك ظاهرتين يعرفهما كل عراقي وهي جديدة على المجتمع العراقي، انتشرت في السنوات الأخيرة، وهي المخدرات والبغاء. ناهيك عن الفساد في مفاصل الدولة، الوزارات كلها تئن من الفساد، ولم يشهد هذا البرلمان أو يفعل أي قانون حقيقي لمحاسبة الفاسدين. طيب، أو مراقبة أداء الحكومة. ولكن لماذا تركت هذه الملفات دون حل طوال هذه المدة، وبعض هذه الملفات يعني دون حل منذ سنين؟ يعني هو استمرار لذات المشكله التي انه العراقيين تحتها منذ 2003، الصراع بين الكتل السياسيه، صراع كيدي بين الاحزاب حتى داخل الكتله الشيعيه المسيطره على مقاليد الحكم في العراق. اليوم بعد انتخابات كثيره صار هناك فرز بين كتلتي سائرون والصدريون التي يقودها الصدريون، والكتلة البناء التي يقودها الحشد الشعبي ونور المالكي. وهذا الصراع بين هاي الكتلتين أثر على كل بقية الكتل، حتى أن الانقسام في الكتل السنية صار تبعا لهذا الانقسام الشيعي، وتقريبا الكتل الكردية لا تختلف كثيرا عن هذا المنوال. هذا الداء العضاء الذي يعاني من العراق، الانعدام الوطنية، تغليب الحزبية على الكفاءة، هذا المرض هو الذي أثر ويؤثر على مفاصل الدولة. اليوم الدولة العراقية عبارة عن هيكل فارغة تدار بالإشاعات، تدار بالدعايات، تعتمد على القنابل الإعلامية، تسجيل القنابل الإعلامية كل شهر أو شهرين نسمع بمشكلة، نسمع بظاهرة جديدة، تارة سياسية، تارة إعلامية، تارة اجتماعية، وتحاول التغطية على المشاكل التي يعاني منها المجتمع، تعاني منها الحكومة بسبب الفشل الإداري والأداء الحكومي المترهل الذي لم يستطع التغلب على أي مشكلة من المشكلات. اليوم نذكر أن يعني كما يقال يؤدى أن يناقش قانون به المظاهرات في البصرة وجنوب العراق قبل 6 أشهر. هذا القانون معطل منذ سنوات طويلة. هناك قوانين أخرى مثل قانون وجود القوات الأجنبية الذي أثير مؤخرا بسبب اعتراض على دور القوات الأمريكية في العراق، وهو أيضا قانون معطل منذ ما قبل سيطرة داعش على كثير من مفاصل الدولة. هذه القوانين معطلة، ولكن أيضا الحكومة غير كاملة، يعني ملف تعيين وزير الداخلية أيضا من الملفات المهمة على جدول أعمال مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل الثاني، ربما يحسم هذا الملف. كيف تنظر إلى ملف وزارة الداخلية؟ أين سيكون؟
واضح أن هناك إشكالية عميقة في هذه الوزارة على حد التحديد، لأنه هذه الوزارة مرتبطة بالخارج، لأن هذه الوزارة هي المتحكمة بشؤون العاصمة بغداد، ومنذ 2003 إلى اليوم وزارة الداخلية تقاد من إيران. هذا أمر ليس سرا ويعرفه العراقيون. الوزراء المتعاقبون على وزارة الداخلية غالبا ما يكون من أحزاب ميليشيات مرتبطة ارتباط وثيقي وعضوي بإيران، وهي المتحكمة بهذه الوزارة. اليوم الإشكالية حول طالح الفياض. طالح الفياض رجل لا يخفي ولاه للميليشيات ولا في ارتباطه بأحزاب مرتبطة كما قلنا ارتباط وثيق بإيران، وبالتالي عملية النقاش حول اختيار وزارة الداخلية يشترك فيها قاسم سليماني، يشترك فيها أبو مهدي المهندس، يشترك فيها هادي العامري، وهذه الشخصيات وهذه الأسماء كما نعلم هي مرتبطة، بل هي إيرانية الهوى والهوية. وبالتالي الصراع على وزارة الداخلية محاولة الآن لتثبيت شخصية يراد أن تكون مشكلة تشكيلا كاملا وفق الرؤية الإيرانية لهذه الوزارة والملف الأمني تبعا لها. طبعا الخلاف يدور الآن لأنه التيار الصدري لا يريد طالح الفياض، لأنه كان معهم في كتلة التحالف الإصلاح، لكنه انشق عنهم كما نعرف بعد الخلاف مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وبالتالي هناك عملية كسر عظم بين مقتدى الصدر وبين بقية الأحزاب. لكن يبدو أن الاجتماعات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بين هادي العامري ونصار ربيعي ممثل مقتدى الصدر قد تفضي إلى الاتفاق على مرشح جديد، رغم أن صالح الفياض أعلن اليوم أنه متمسك بترشيحه لهذه الوزارة، وأن عادل عبد المهدي ما زال يدعمه. لكن نعلم يقينا أن عادل عبد المهدي هو أضعف رئيس وزراء مرة على العراق منذ 2003، وهو موزع الولاءات بين الكتل، لأنه ليس له قاعدة حزبية تدعمه، وبالتالي هو حائر ولا يستطيع الجزم ولا يستطيع الاختيار بصورة حقيقية بين الوزراء. وهذا الأمر ينطبق على وزارة الدفاع وحتى على العدل والتربية التي أيضا تتنازعها صراعات حزبية بين حتى الكتلة الواحدة. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من الدوحة الصحفي والإعلامي حسين دلي.